الرحيم. على بركة الله، نبدأ اليوم محاضرتنا لمادة الكيمياء الصناعية، المحاضرة الخامسة للعام الدراسي 2019-2020، الفصل الدراسي الثاني. Chemical Industries، الكيمياء الصناعية، للمرحلة الثالثة لقسم الهندسة الكيميائية، كلية الهندسة، جامعة المثنى، الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020. اليوم موضوع مهم جدا اللي هو Acetic Acid Industries، صناعة حامض الأسيتيك أسيد أو حامض الخليك. Introduction: Acetic acid، حامض الأسيتيك أسيد أو حامض الخليك، صيغة التركيبية أو الكيميائية CH3COOH، is an organic compound which also written as CH3CO2H، ومركب عضوي يمكن كتابته بصيغة أخرى اللي هي CH3CO2H or C2H4O2. طبعا هاي عدة صيغ تركيبية، لكن الصيغة التركيبية الأكثر شيوعا هي CH3COOH. It is colorless liquid and undiluted from undiluted form is called as glycerol acetic acid. حامض الأسيتيك أسيد قلنا مركب عضوي لعدة صيغ تركيبية سائل عديم اللون في شكله غير المخفف، يسمى أيضا حامض الخليك الجليدي. أندرياس لافوس in the 16th century described a procedure for preparation of glycerol acetic acid through the dry distillation of certain metal acetates like copper 2 acetate and compared the produced glycerol acetic acid with vinegar. هنا عندنا وصف أندرياس ليفايوس في القرن السادس عشر، قام بوصفه أو تحضيره من خلال التقطير الجاف لبعض أسيتات الفلزات مثل أسيتات الكوبر 2 النحاس، أسيتات النحاس، وقام بمقارنته مع حامض الأسيتيك أسيد الجليدي المنتج واللي نسميه الخل. The presence of water vinegar has such a profound effect on acetic acid properties that for centuries chemists believed that glycerol acetic acid and the acid found in vinegar were two different substances. أن وجود الماء في الخل له تأثير عميق على خصائص حامض الأسيتيك أسيد التي اعتقد الكيميائيون لقرون مضت أن حامض الأسيتيك أسيد الجليدي والحامض الموجود في الخل هما مادتان مختلفتان. Later في وقت آخر، بير Edit proved that both are same. بعد وقت أثبت العالم بير أن كلاهما متماثلان أو متشابهان. The very dilute form of acetic acid، المحلول المخفف جدا من الأسيتيك أسيد، هو تخفيف رقم 8 إلى 10%، is known as a vinegar and has attractive sour taste
بانجت سمول، هذا المحلول هو اللي هو الخل، وله طعم حامض مميز ورائحة مميزة. الأجانب إنتاجه كخل منزلي. Besides the production of household vinegar, it is mainly produced as a precursor to polyvinyl acetate and cellulose acetate. على الرغم من أنه صنف على نوع حامض ضعيف، في حين حامض الأسيتيك المركز يتآكل أو يآكل أو يسبب مشاكل للجلد. Also the classified as a weak acid while concentrate acetic acid corrosive the skin. طبعا له تأثير جدا عالي على الجلد، لذلك تجنب التعامل مع الحامض المركزة للأسيتيك أسيد.